روفل، طاقة اسمك رقم 4، طبعه مائي، كوكبه الشمس، الحجر الكريم الملائم، الياقوت والعنبر. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة الانفطار، يوم السعد الأحد. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا عزيز، يا شكور، يا شهيد، يا محصي، يا مميت، يا أحد، يا مقدم، يا بر، يا تواب، يا رؤوف، يا نور. أنت فتاة ودودة، محبة للفرح والمرح، لطيفة ورومانسية، محبة للتواصل، تهتمين بمشاكل الآخرين، تعرفين أهدافك وتحددينها بدقة، لكنها لا تتحقق إلا بعد تعب ومشقة. مثالية التفكير، أنيقة المظهر، متقنة للعمل، محبة للجو العائلي، تحافظين على أسرتك وتهتمين بها وتقدمين لأجلها الكثير من التضحيات. ذكية، تعشقين السفر والرحلات، متحدثة بارعة. كريمة لدرجة الإسراف، تملكين عنصرين متضادين في اسمك، عنصر الماء وعنصر النار. يعد اسمك من الأسماء الثلاثية القوية. تملكين حروف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة وكريمة. والله أعلم، والله الموفق.